مرحبا اصدقاء، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات حربيه اسطوريه للتاون هول ليفل 13. وهذه المخططات يا اصدقائي جديده نزلت هاي السنه، وبصراحه انا هي مخططات ممتازه، فقلت لش حتى ما نزل عنها. وهيك هاي المخططات هلا بتكون تشوفوا حركات حلوه فيها، ان كان بالسور وان كان كمان بالحركات الدفاعيه. وهي هاي المخططات بتنجح كمان للسي دبليو ال يا صديقي، يعني الكلان وور ليج. يعني اكيد اغلب المخططات الحربية بدها تنجح للسي دبليو ال، فانا بقول هالشي بفيديواتي، بس فيكن تستعملوهن انتو ان كان للسي دبليو ال او لا والحرب. يعني هاي المخططات لا تنسوا انه رابط نسخ بتلاقوها تحت الوصف، في مخطط بيجيبك منين يا صديقي، بس رابط نسخ تبعه بالنسخة عندك بلعبة كلاش اوف كلانز من دون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. ما نكون شايفين يا اساطير، بالمخطط رقم واحد هوني عنا في مسافة يعني بسيطة بين التاون هول مدفعية النصر، بس مانا هالمسافة البعيدة، عرفت كيف يا صديقي؟ فبهالحركة هني ما يحاولوا يخلوه انتهجم من جهة واحدة، يعني بحيث تشمل التاون هول مدفعية النصر سوا، ما يحاولوا يخلوك تقسم هجمتك مثل خطة مدفعية النصر والتاون هول. يعني كانت بتكون هون التاون هول هونيك مدفعية النصر، لو هي هي خطة مدفعية النصر والتاون هول، بس هي خطة مختلفة. هذه الخطة اللي بتخليك توزع هجمتك مشان انت تمسح التنتين سوا. فبالنهاية يعني بما انك وزعت هجمتك، جيشك بده يضعف اكيد، لانه يعني يا صديقي انت لما بتوزع هجمتك اكيد عدد دفاعات رح يكمشوا جيشك ويضربون اكبر بكتير من لما انت بتحط جيشك على مساحة ضيقة، خلونا نقول صغيرة يعني او هيك. فبالتالي انت جيشك بده يروح نصه، يعني اسا بداية الهجمة بتكون انت بجوز مسح التاون هون ورح توصل عند مدفعية النصر، فبالتالي انك تمسح باقي كل تصميم شيء شبه مستحيل بيصير عليك. مخطط رقم 2 تقريبا يعتمد نفس الفكرة بالتاون هول مدفعية النصر، بس مثل ما كنت شايفين يا اساطير عنا تيسلا فوق، هي الحركة المميتة بالمخطط رقم 2، 50 تيسلا. هدول يا صديقي انك تتصرف معه شيء مو سهل ابدا، يعني عندك انت هوني 50 تيسلا بالاضافة للافخاخ وللمضاد، وكمان يعني لبقية الدفاعات الثانوية شيء مدمر بمعنى الكلمة، عندك اكس بو كمان، والتعامل معه وتدميرين بنفس الوقت شيء كتير صعب للخمسة تيسلا لانه بيحموا بعضين. فعندك انت هون يا صديقي هي النقطة المميتة اللي انت اصلا بتكون مفكر تهجم فيها، يعني انت بتقول وين تيسلا تهجم هيك، بتفكر انه تيسلا ممكن يكون عند مدفعية نصر او هيك شيء، كونه هي اهم دفاع يعني. فانت عندك هون بالتاون هول ليفل 13 بدك تحاول تدمر التاون هول، وعندك كمان بدك تحاول تدمر مدفعية نصر او فرحنا على هذاك المخطط. فمثل ما انك شايف بدك بجوز يعني ممكن انك تحاول تقسم هجمتك، بس يعني بعد كل شيء انت بدك تنصدم بالتسلا، لانه اصلا انت ما مرقت فين للتسلا وما شفتين، بدك تنصدم فين اجباري، انت كل شغلك كان تحت بالجهة المعاكسة لهي الجهة الموجود فيها التسلا، فهيك بتكون متدمر وامورك ماشية، وبتقول هلا بمسح الارض، فبيطلعوا لك هدول الخمسة تسلا فجأة بيفشلوا لك كل خطتك يا صديقي. وهي الخطة والفخ المميت بهذا التصميم. مخطط رقم 3 مثل ما كنت شايفين عنا 3 تيسلا هوني، يعني هو هذا الفخ قوي، بس حذروا وين القوي فيه، انه هدون التيسلا يا غوالي هنين مجتمعات بس بشكل مختلف، مو كل من نفس المنطقة. عندك هوني صديقي في 2 تيسلا، وعندك هونيك 3 تيسلا، فبصراحة هاي شيء كتير حلو. 2 تيسلا يعني خطر كمان، بس 3 تيسلا اسا اكتر. والحلو بالموضوع انه هون عندك خطرين صار يعني بالموضوع، انت مانك حسب حسابي، واثنين تسلا عندي اندفاعات وافخاخ اكثر من 3 تسلا، فلايك بالنتيجة نفس الشيء، يعني القوة متساوية. بس عندك يا صديقي كمان هوني مدفعية النصر، وعندك كمان التاون هول كتير بدين لبكوك، لانه هني ماني على الطرف تماما، فانت تقسيم الهجمة بهيك حالي ما رح كتير يساعدك، فما رح تعرف شو بدك تعمل. واصلا اذا بدك انت تحاول تقسم هجمتك وتدمر التاون هول مدفعية النصر، بجوز ما تقدر تدمر ولا وحدة، لأنه مثل ما أنك شايف عندك مدفعية النصر أصعب الوصول إلى حتى من التاون هول بسبب التيسلا، وهي والشر رح يصدمك، رح تحط أنت مقدار جيش معين، ما رح تحسب حساب التيسلا يعني،
فبيطلعوا لك فجأة. وعندك كمان تاون هول في كتير يعني بده يكون صعوبة بتدميرها لأنه أصلا هي بدافع عن حالها. بس المهم المشكلة يعني مو هوني، أنت إذا محترف بتدمرين اتناناتي ونحنا بنعرف هالشيء، بس الفكرة أنك تمسح باقي الأرض يا صديقي لأنه جيشك رح يكون نقص منه كتير، وكمان يعني ما عاد يمشي الحال بسبب الوقت الضياط وعدد الجيش القليل كتير أنه يمسح الأرض بهالوقت، فبالتالي بيصير المسح شبه مستحيل كمان. مخطط رقم 4 مثل ما كنت شايفين يا اساطير، هذا المخطط ذكي وفي ذكاء يعني. هون حاطين لك مثل ما انك شايف مدفعات النصر بالمنتصف، بس ما يحاولوا يجذبوك بالتاون هول يا صديقي ويخلوك تهجم من تحت. هلا انت مدفعات النصر صعب توصلها بكل الحاله، بس انت هيك بهاي الحاله بدك تنجبر تهجم من التاون هول لانه اصلا بدك نجم التاون هول كمان. فهنين شو عملوا المحل انت ما لازم تهجم، حاطين لك كل الافخاخ مثل ما انك شايف تسلا والدنيا كلها يعني مو تاركين لك شيء ابدا، فبحيث انت تنصدم لما بدك تهجم من عند التاون هول، مع انك انت اجباري يعني بدك تهجم بدك نجمة التاون هول عرفت كيف، بس بنفس الوقت بدك كمان تدمر مدفعية النصر. فانت اذا دمرت مدفعية النصر والتاون هول يعني هيك وكنت محترف انه انجزت هالمهمات اللي انت بدك اياها، فبيضل عليك مسح الارض وهي وش الصعب كمان. هاي المخططات يعني كلها ضد المسح تكون يا صديقي بتلعب هذا الوتر عرفت كيف، بس باشكال وطرق مختلفة يعني وحسب بقى الشخص اللي هو عمل هذا التصميم هو بأنه طريقة بيبدع فهو بيعمل هذا المخطط على أساسه. مخطط رقم 5 مثل ما كنتم شايفين واخر مخطط معنا لفيديو اليوم، وفي هون كتير حركة حلوة واللي هو انه هون ما رح يمشي حال توزيع الجيش يا صديقي، لازم تقسم جيشك اجباري يعني توزيع الجيش هيك كيف ما كان ما رح يمشي الحال. عندك كمان الحركة الثانية الحلوة اللي هي الخمسة تسلا بالمنتصف، وهي الحركة ممتازة بمعنى الكلمة لانه انت يا صديقي لما بدك يعني تقسم جيشك وتدمرين سوا، فبالتالي جيشك كان يعني بده يمرق بالمنتصف اجباري يعني انت كيف بدك تمسح بقى كل الارض، فبده يطلعوا له الخمسة تسلا دوم مع العدد هذا من الافخاخ المرعب بصراحة والانفيرنو كمان والكناسات الجوية، وهي شيء كتير موتر. وهي غير الابطال لسه ما قلت لك انا لانه الابطال سارات على الطرف مثل ما انك شايف صديقي الملكي والبطل الملكي، وعندك كمان الامر الكبير جنب الملكي، فبالتالي انا هي شيء كتير بده يلبكك لانه عندك الابطال ما يدافعوا دفاعات كمان انفيرنو تسلا، فكمان بصير المسح مستحيل او شبه مستحيل عليك بهي الحالة بسبب هالشغلات هذه اللي قلت لك اياها. وهي كانت عنا المخططات لفيديو اليوم، مخططات يعني ضد المسح يا صديقي، ضد انه تنجاب 3 نجوم، اذا كان لاعب محترف فممكن يجيبها نجمتين مثل عادي يعني، بس كمان بيكون شيء كتير صعب لازم يكون عارف كيف ما يهجم وما يتكتك الامور يعني، فلازم كمان ما يخطئ ويشوف وما ينصدم يعني ما اوف انه طلعوا لتسلا بيجي بخربط وبزت الجرعات او هيك او شيء، او انه بيتغير تكتيكه بالهجمه لهالسبب. هاي الشغلات احيانا كمان اللي بتوقع المهاجم وبتخليه ما عاد يعرف يمسح الارض او حتى يجيب نجمتين فيها اذا كانت المخططات ضد المسح وقويه فعلا مثل هذول المخططات. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، على السلامه.